فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فضل في العمرة في شهر ذي القعدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كل العمر التي أداها كلها في أشهر الحج، شهر القعدة من أشهر الحج، فكل العمر التي أداها في أشهر الحج إلا عمرة الجعرانة، إنه أداها في شوال لما قدم من الطائف ومر بالجعرانة أحرم منها لأنها على حدود الحرم، دخل وأدى العمرة. وأما بقية عمر الرسول فهي كلها في أشهر الحج كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. نعم.